حقيقة المواطن في مدينة غات يعاني معاناة كبيرة جدا بسبب شحة الوقود وعدم وجودها بشكل مستمر في المحطات، إضافة إلى الانقطاع المستمر بتيار الحرارة بتيار الكهربائي في مدينة غات أدى إلى هذا الازدحام الكبير، إضافة إلى عدد المحطات أصلا في مدينة غات لا تكفي لتغطية العدد أو الكم الكبير من السيارات الموجودة داخل البلدية. لذلك نحن ننادي المسؤولين النظر إلى غات حقيقة أسوة بالمناطق الأخرى التي نلحظ فيها تدفق سيارات الوقود ووجود الوقود فيها بشكل كبير. ظروف مدينة غات، البعد الجغرافي عن العاصمة والحركة المستمرة للمواطنين شمالا لأجل العلاج ولأجل قضاء حوائجهم أدت الوقود إلى وسببت في مشكلة كبيرة في حركة المواطن.